السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة هقدم لكم فوائد البيض الدكر لأنه بيخسس، تمام؟ هو حلو جدا للي بيعاني من الكح، كمان طالب البلغم، وحلو جدا للشعر، بيطول الشعر جدا وحلو للتساقط الشعر. بس النهاردة حبيت أتكلم عن فوائد التخسيس. حضرتك هتجيبي معلقتين لبان الدكر المر، وهتجيب كوباية مية هتغليهم مع بعض وهتسيبيه منقوع في المية لحد 12 ساعة، لحد ما لون المية يتحول يبقى أبيض زي كده، تمام؟ بعد كده هتاخدي منه الصبح، كل يوم الصبح على الريق قبل الفطار بنص ساعة لمدة شهر كامل. هتعملي كده ان شاء الله هتلاقي نتيجة كويسة. ده عن تجربة يعني، يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى الفيديو يعجبكم. ان شاء الله الفيديو الجاي هتكلم عن وصفة لتفتيح البشرة، تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.